هنعمل دلوقتي أكلة سمك لطيفة جدا إن شاء الله هتعجبكم قوي. ده سمك قشر بياض، أي سمك فيليه أنتوا بتحبوه اللي مع الوصفة دي كمان بيبقى حلو جدا. السمك الموسى، بس مش المزارع، السمك الموسى البلدي الصغير. ونخلي الراجل يسلخه لنا ونستخدمه في الوصفة دي، بيبقى حلو جدا. والفيليه بيبقى حلو جدا، فاللي انتوا عايزينه. وده فيليه قشر بياض اللي موجود عندكم استخدموه. عشان نعمل السمك المشوي بالليمون والزبدة، محتاجين ربع كوباية زبدة تكون يعني طعمها حلو، توم مفروم 3 فصوص، وما تكتروش التوم عشان ما يتغاش على طعم السمك. عندنا عصير ليمون وبشر ليمون، ولما تيجوا تبشروا الليمون ما تاخدوش الابيض اللي ما بين القشره والليمون نفسه، لان هو ده اللي ساعات يعمل لنا طعم مرار في الوصفه. عندنا كمان ملح وفلفل، واكيد مش هنكتر الملح. اي سي فود او بحريات ما بنكتر لهاش الملح، لان هي طبيعي ملحه، طبيعي كده رباني من الميه المالحه اللي هي جايه منها. بقدونس مفروم، وزي ما قلت لكم سمك قشر بياض فيليه. وقشر البياض موجود في كل السوبر ماركت مجمد، يعني عشان الناس اللي ما عندهاش اماكن بتبيع سمك فريش حواليها ما تحتس، يعني بيتباع مجمد لطيف جدا في كل السوبر ماركت. انا هنا مسخنه جريل على النار، هديها معلقه زيت ذره كبيره علشان اضمن ان السمك عندي ما يلزقش. بعد كده هعمل ايه؟ هجيب السمك هديله فلفل اسود، رشه ملح بسيطه جدا لاظهار الطعم مش اكتر. هاخد السمك على الجزء اللي اتبل ده هنا على الجريل، بسم الله بنزله على الوش اللي اتبل الاول. وخلوا بالكم ان السمك بيتهري بسرعه جدا، فاحنا مش هنتقل عليه التسويه. الناحيه التانيه دي هقوم مدياها الملح والفلفل بتاعها، وزي ما انتم شايفين الفلفل اكتر كتير من الملح. طبعا في الكاسرولة التانيه اللي على النار دي هقوم واخده الزبده، بسم الله الرحمن الرحيم. الكاسرولة سخنه فانا هرفعها علشان ما اعرضش الزبده لحراره عاليه قوي، وطالما هي حرارتها عاليه يبقى هبدا بالثوم عشان يسحب شويه من الحراره. هديله ملح، هديله فلفل، هقلبه كده بس يسحب لي الحراره شويه. هدي بعد كده الفلفل الاسود، هنزل الزبده، البقدونس، ممكن كمان يبقى شبت. الشبت طبعا بيمشي كويس قوي قوي، شايفيني بيمشي كويس قوي قوي مع السمك. يبقى عندي توم وملح وفلفل وزبده وبقدونس. وبعدين هقوم منزله دلوقتي بشر الليمون وعصره الليمون، كله على بعضه. كله على بعضه، لان انا مش عايزه الزبده تقدح، عشان كده حتى خدتها بعيد عن النار، ولا عايزه البقدونس والثوم يعني يموتوا مني. تمام، بس كده على النار تقليبه واحده الزبده اختفت، هرفع من على النار على طول. وبعدين اجي هنا اقول بسم الله الرحمن الرحيم وساعد كده السمكه اني اقلبها بهدوء. الوصفه دي ممكن جدا تتعمل في الفرن اللي انا عملته هنا ده، ونازله بيه على السمك في اخر مرحله للتسويه من غير ما اقلب بقى خلاص. واللي حابب في المرحله دي انه يزقه في الفرن ممكن، وبعدين هقدمه. وانا هقدمه بنفس الجريل، مش هبدل يعني، مش هقلب في طبق تقديم او حاجه. السمك ده خلاص علشان انا السمك بالذات وبالذات الفيليه الحقيقه ما بحبش اطول عليه النار، لسبب لانه بيفتل. عارفين تيجي تاكلوه كده تحسوا بقى ان هو زي ما يكون شايخ كده، يعني مفتل، عارف عامل زي الفتل كده، الفتل كده في بق الواحد، اسمه كده مفتل.